صراحة خايف ما لي فيد مش قد حاجة انا انا اريد كي قبلنا الحكاية دي اترابير كمال قلنا كمال ربما سرطان ولدنا وخونا كلام على خاطرك انت انا باش نكملوا معك كملنا معك للغة ولا على خاطرك انت وانا نعلمنا ثقة برشا في كمال قال بيجيكم تليفون انت اللي تكلمت حتى ولا قاعد نتعاملوا مع بعض انا ما عجبتنيش برشا هذا المنظر هذا لا عليك كيفاش تكلم عماد الريح ثم راه امور ما فيهاش تفدليك بالنسبه لينا احنا ما انا لا نقبل الروحي وانا بالاحسن انا نخدموا بها صدقني كيف بلادي قبلناها من الاول انا ولد الحركه مستعدين نموت على خاطرها مستعدين نموت على خاطرها جاتنا حاجه ثم جاتنا بالحركه بدات الحكايه من الاول هكا ايوا هو الناس كل تعرف واحد بلو السيد ثم سرقها ولدنا هكا بالضبط اللي هو انت احنا مازلنا ما نعرفوش وتعرفنا عليك وخدمنا نخدموا معنا في الحركه ونخدموا جيبك لانه ما مدوش اليد الحامشة اليد الصحيحة خليت معناها هي شنو العملية هو كيما انت مثلا نعطيك المثال كي مثلا انسان معناها كيما يقولوها تعطيه تنحيه انت نحيت كوم نتاع جراثيم مراد تقول لا اللي باش نجيب انا بالكش ما يعرفش دارة وما يعرفش كذا كمسؤول كذا لا يا سيدي ما يعرفش هو خير من هكا اللي ماشي يتفوت لك الدنيا صحيح فهمت توقيتك اضرب بوك الكلب لكن لهيب باعتبار المساله مشاكل هم لهيب بيقولوا خاصه الحكم خايب والله ما لفت تختنا وقلت لي على التعليق اللي اعطيناه لا نعطيك العلاج العلاج يا سيدي $50 على الوجه علاش اللي جابوه؟ اقل من $50 تقريبا لا يجي تاع 70,000 تونسية 75 دينار ماكسيموم باهي شكون معناها مشاركين فيه؟ تعرفش شكون؟ ها؟ شفيق الجراية وبنت الغنوشي والدولة فترة بس هي جدها وبالفرد كي تلقى هكا تدوخ في امرك وقلت لهم راهو من الاول قلت لهم راهو غنوش يا ذاك هذاك ماشي فلقة ناس تعطيك من البنك سنترال كيفاش خرجت الفلوس وكل شيء مش لعب راهو والله لعب هذا في البنك سنترال اوي 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 غنوش ما نجم يخرج ويبصع الا بن علي تعذبش عليه هذاك ما نعرفش منين جاي لا ليش هو ياك صحي لا ما فيش تعذبش عليه ما شافش ابوه يتمرمد ولا عمه يتمرمد ولا امه تتمرمد هذوك اللي قاعدين يخبروا فيه ما ولد خو فلان ولد عم فلان ولد خال فلان هو قال لك حتى معناها في صفقة عليه ليش دخل في صفقة عليه كفر جابوا لي بروش قلنا جابوا الوزراء اللي كانوا البر اللي يقربوا لهم وعايشين معاهم البر وكذا وحطوهم وزراء
واللي تعذبوا لنا في تونس واللي شدوا كذا حطوها في الصف الثاني قلنا ما نسيتش. حتى التجاره مش مهمه ترابلسيه جدد نحن مش مهمه تجمعوا جدد. والله العظيم طلع لي الدم انا ذا زوز وزاد هما لا ومع شكون؟ طلعوا لي الدم ومع شكون؟ يا عشان هذا المشكل مع اكبر عنصر رمز فساد في تونس. حاتيب في يد شريق جرايه ما عادش فيها كي يدير بنت الغنوش يدير حركه النهضه. أنا باش تنحى ومنع من السفر تقرب للحركة لأني عاونوه باش احتفظت كما ذلك أنا بداخل تاي مش ضايل بلاصة مش ضايل ها؟ لا 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 ما هو ذا الكلام هاي برا اخويا برا يديك على الزناد ان شاء الله ان شاء الله بيصدق هذه خليني مروك لحظة تفقد تليفونك تو برك قول لحرام لباس علي لباس لا لباس استنى برجع بوه التليفون بومبا غاز هاي عندي وشوك وين؟ شوك هاي في الكهرباء نزة تحتي نزة تحتك هاي خلي نمشي عليه باش يسال هذا حتى من يجيب البلوزون انا خليك فيها الواحد التليفون بس شو بدي اسير التليفون الامريكي خلي الكهرباء محلول خليها في الكهرباء كانوا مش حتى من هنا مش حتى من هنا ندخل الشانتي ديرك انا حتى واحد ما يقولش من الداخل باهي تاكل صدقها لهنا هاي متبعتي انا بسم الله هاي شبيه هاي هاي هزب الله راي هزب الله ليه انا دينا في الشانتي تليه لباس لباس بإذن الله لباس هاي سلام عليكم القيوم تقول نسيرة نور نوم ونعم في السماوات ومن في الأرض عند الذي يشفع عنده والذي يدي يعلم وبين يدينا ويخلف عليها كل شيء من علمه الذي من شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود وحفظهما وهو العلي العظيم اللهم توكلنا على الله بسم الله الحمد لله وقوة الله توكلنا على الله. السلام عليكم منظر شنو حبيبك خويا؟ بس عليك صحة بخير والله الحمد لله وينك؟ شعام قال لي عامل نظرة على الكرة سي فتحي لهنا وحده هكا ما هكا وحيد وحدك هو عارف انت ما كنتش تخبيهم ولا تخلي زوز على البلاد؟ لا الاخر انا قلت مشرف فيها قال مارك مش كلاش مارك شنو مارك هذه قد كي صغيرة فيها 100 كوب بار مينوت 1200 كرتوشة في الدقيقة تخرج ايه 1100 كرتوشة في الدقيقة فهمتني؟ ايه سوما في زوز ملايين ايه سوما هي كي قد الفرد الماك ايه سوما في زوز ملايين زوزين شوي واحنا كي نجيبو زوز وماك هذيا نجيبو زوز مع ماك اه نجم هو كي غادي كي نوصل نقول له جيب لي في بلاصة زوز أخرية في بلاصة زوز جيب لي زوز نورمال سيلونسيو وجيب لي كعبة ماك السوم هو فهمتني قداش يكون ست هذوما خمسة ستة كلهم اي دوكا ستة خمسة حسابنا به حساب صحيح صفات كوش نقصتنا في الشد نقصتنا مش نبات اليتيم في اللوتي صفات و 120 ألف اليورو تور مزود فلان في الكهرباء
أنا 500,000. أحسن. قديش لو 50,000. 50,000 الواحد. إيه. 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 إحنا ثلاثة. أنا وعلي وشوفور اللي معنا. هاي قد يجي 150 ليلة ثلاثة. 150 ليلة ثلاثة. في ليلتين. 300 و 120,000. تاع المزوط اللي هو الروتور. بس 420,000 500,000. شوفوا شنو نحيلوا عاد. لا والله ما نجم ناخذ له حتى شيء سفاد. والله العظيم ما نجم ناخذ له حتى شيء. شيء شيء 10,000 فرانك لا. ما تعرف اني عبيد سفاسي تعرف عبيد كيفاش تخدم هذوك ربي يجيب شهاب يسر وقولوا له نسي فتحي شهاب دير ودي نمشي ليك يا اخوي غلب عنا خذوا اكثر واحد غلب عنا خذوا نحكي هو مش مطلوبوك تدخل اسمع اسمع قبل ما نتقابلوا غدوا ان شاء الله انتم باش تجيبوا على كهرباء هنا باش نجيبوا على كهرباء الواحد مترين باش نجيبوا في كهرباء ونجيبوا في التريان صحيح هم يرفعوا فلوس في كهرباء ماشي بنا في التراكم فهمت خويا صدقون الله عليك فما واحد حبوا هو وفلوس يبدا يبعث لنا ونعملوا كونت سبيسيال فهمتني ما بي لا فيه لا هويه لا صوفي كيفاش نستعملوا كونت حتى وانا امريكي نيكو باسبور تعرف كيفاش تريقلوا هذا؟ كان يخدم لي يخدم لي على شيء سنير هاي ليش تريد ميلي مبدل اوي 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 فادي شيء نحيط كيف نحيط امه شو ده كيف ليش ده كيف فادي العظم شوف العظم انت عارف كيف نحيط ما حبيتش مقبول مهرية قلت البيت قلت البيت يعمل عملية تو ما نعرفش كيفاش كيفاش مشاو بالكهرباء ومشى معاه وكذا ما يقولكش بيه ممكن يوم تخرج معاك من الدار شكون؟ ولد خو استغفر الله خو معايا اي انت ما يقولكش بيه خو معايا لا هو معايا ركب معايا هاي اما انا وقت اللي انا ماني انا خليه خليته في القهوه فهمني خليته في القهوه في اونفيرس ومشيت نكماندي الرجل اموري مع الروس مع جماعه الروس معناها كالعاده هذيك خدمتي كم نوعاً بروسي؟ لا بالانجليز ممكن شوية فرنسي كم نوعاً؟ بس 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 لا برجاء لا أفلو قطع الفرطاك ولا خبي رجل فرنتاك أنا ناس بالانسي بعد أنا كي زارتي الحكاية واحد تذكرت برشا حاجة حتى ساعة اللي يقولي أنا أقول لي معك كما مريد يكون كيفاش تعمل تعطيه 5 ملايين يحس من شوي. لا كان 8 تاريخ. ولا يعطيه 40 كان. هم بالضبط علاش انا عرفت كل شيء. والله يقول قيل لك كان جي عنده طيبين
واحد فلوس بلحيه وطيبة حتى تتبيع الدنيا وحتى ما نهلك من كلهم تعمل انت حاجة حتى انتم تعملوا قوم بولوا حاجة يا دي مظلمة دي انتم تغضوا المظلمة ولا توليوا لهم بالفلوس وكهو وميهم تصف المظلمة شيء اسف عطيته جزء من النصف عطيته 500 واشر للاشتراك وزدت عطيته 500 يعني انت ماني كامل وفهم الباقية في باقي تسرع ما عادش سرعة تولي من أجل دراسة الممتع التوجيه الممتع الواحد مش يتمنى الناس اللي هي تخرج شركة التعبير لعدة مسائل أنا نحب بناء كل حاجة كنت ما كل شيء بالنسبة لصالح المناعي في بالي خرج من البيرو نتاع الكلوب في بالي وتارخ أنت في بالي خرج اما مازالوا يدعموا في الكلوب يحبوها خاطر ديما اما يمشيوا مثلا تارك خمتاش من نوع كل يوم يهبط البارك كل يوم يمشي البارك كل يوم ان شاء مطرد 8 كل واحد كعب 8 من الناس كل واحد كعب واحد كعب تخسر خليك شكون عادل عادل تريح عادل بوليلة شكون عادل بوليلة ليه عادل بوليلة يو قد دكة هو تمام تمام عادل بوليلة بالموتور في قسمين إذا بتعطي كرتوش على في بالي مش خرج الموتور تو عندك شيء بعد اذا كان فهمت ما غير كرتوش ايه كنت اغرق نبش تقبو تقضي عليه فرد ما تقتلو ما يموت انا ما غير كرتوش كرتوش الغاية عليه يموت اللي يقعد طرقزي يموت ايه يسقط ضربة كما نقول بمطرق قوي على راسه الحق راه الكرتوش غالي عليك كيف هذا تسايق الكرتوش مش غالي عليك ماني عزيز يلا الكرتوش باش نختاروا في المجموعة كما نقولوا هالقمر مهما منهم أربعة خمسة ستة خلي تروج القمر ويروح والناس كل ستة روحة قضاء معنى يا نعم كل معناها ضربة القمر بعد نشوفه مثلاً نقوله بدأت بعد نشوفه أنا الحيبة تسوى شوية وأنا نشوف الحاجة ماشي تلهو بيها شو عندك مرة قضاء مرة سياسة مرة رجال أعمال حتى على كلمة البلديات قضاة ما عادش عندك أسماء معينة ولا خطر عندنا واحد برك تو اللي هو طارق خنتاش يفرقوا في الناس الكبيرة ويفرقوا جماعة